السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة سودانية 24، محبي برنامج نانكة خاصة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا اليومية مع أطباق جديدة ومنوعة زي ما عودناكم دائما. إن شاء الله تنال رضاكم يا رب. الليلة هشتغل معاكم حلقة بسيطة كده خفيفة إن شاء الله، هيكون معنا صينية البطاطس باللحمة والبيض، وكمان معنا سلطة الأسود المطبوخة، وآخر حاجة هيكون معنا تحلية خفيفة كده طبقات البانكيك بالشوكولاتة والكريمة. مع بعض نمشي نشوف مكونات طبقنا الأول، نرجع لكم. رجعنا لكم من جديد بعد ما شفتوا مكوناتنا لطبقنا الأول، صينية البطاطس باللحمة المفرومة والبيض. عندنا اللحمة المفرومة احنا عصجناها مسبقا لأنه عصجناها مع بعض كتير، يعني جبنا معنا لحمتنا. هتجيبي معاك الطوة أو الحلة اللي هتشتغلي عليها، هتخطي لحمتك على طول عليها في شوية زيت، هتفضلي تحمسيها مع بعض أو تقعدي تشوحي فيها لحد ما لون اللحمة يتغير معاكي. وبعد كده هنضيف اللي هو معانا البصل، البصل إما يكون مفروم أو يكون مقطع لمكعبات صغيرة، وكمان عندنا الفلفلية برضو تكون مقطعة معانا مكعبات صغيرة. هنشوح كل الحاجات دي مع بعض، وبعد كده هنضيف عليها البهارات. كنت حابة تضيفي الطماطم والجزر المبشور ممكن، المهم هياخدوا تشويحتهم، هتضيفي عليها البهارات والملح. البهارات طبعا زي ما احنا بنقول دائما بهاراتنا المتوفرة معانا في البيت، الفلفل والكزبرة، وعندنا البابريكا والكاري ديل اختياريين في طبقنا ده. الكركم حاجة بسيطة جدا لأنه مفيد دائما قلنا في جميع الوصفات. عندنا قرن الشطة برضو اختياري. المهم كل الحاجات دي هتتشوح مع بعض لحد ما ينضج معانا اللحم تماما. إذا كنت حابة تكتفي بالطماطم من غير ما تضيفي صلصة برضو ممكن، إذا كان الطماطم معاك لونه أحمر وممكن تفرميه أو ممكن تخلطيه في الخلاطة. بس إحنا ضفنا حاجة بسيطة من الصلصة وشوية موية لأنه إحنا عايزين يكون فيه عبارة عن صوص بسيط كده. وكمان جبنا معانا البطاطس وقطعناه لي حلقات، حمرناه تحميرنا العادي جدا. هنجيب معانا هنا البطاطس، هنرصه معانا في الصينية، هناخد معانا حلقات البطاطس اللي حمرناها تحميرنا العادي، قلنا جبناه وقطعناه لي حلقات، نقعناه في شوية موية وملح، وبعد كده حمرناه تحمير عادي جدا بالزيت. هنا هنجيب معانا البطاطس وحنرصه معانا في صينيتنا، صينية الفرن، حنرصه بطريقة ظريفة كده لحد ما تخلصي معاكي كل الكمية. وقلنا معانا اللحم مشوح برضو،
ومعصج معانا مسبقا، يعني تعتبر صينية بسيطة كغداء أو كعشاء. هنرص معانا كل الكمية دي. طبعا كمان حابة تضيفي حلقات من الفلفلية كمان، برضو دي بتكون عليها إضافة، فدي حاجة اختيارية. وحلقات من البصل أو حلقات من الطماطم، بس إحنا هنكتفي بالبطاطس ولحمتنا المعصجة معانا. قلنا هنبدأ نرصها معانا لحد ما نخلص كل الكمية الموجودة معانا هنا. ما كنت حابة البطاطس المحمر، ممكن على طول تسلقي البطاطس، بس سلق بسيط جدا عشان ما يتفتفت معاكي أو ما يديك الشكل المطلوب. هنا قلنا في كل الصينية لحد ما تخلص معانا كل الكمية. هنا قلنا جبنا معانا بطاطسنا وقطعناه لحلقات وحمرناه تحمير عادي جدا، وحنيجي نرصه هنا في صينيتنا. طبعا حيكون معانا الفرن محمي مسبقا، بالطريقة دي خلصنا كل البطاطس اللي معانا. بالطريقة دي قلنا هنجيب معانا لحمتنا هنرصها برضو معانا هنا في النص. في عندنا البيض، حابة تضيف البيض ده اختياري لطبقنا ده. ما كنت من محبين البيض ممكن نستغنى عنه على طول، بس احنا هنعمل بيض مع شوية حليب. هنا كده معانا لحمتنا ختيناها معانا، عندنا هنا هنجيب معانا البيض هنجيب معانا بيضتين. هنديها شوية بهارات، حاجة بسيطة من الملح، وعندنا حاجة بسيطة من الكزبرة والفلفل، ممكن شماط بسيط. هنا هنضربه مع شوية حليب. حاجة بسيطة من الحليب هنضربه مع بعض. هنخليه على جنبه. هنجي نجيب معانا جبنتنا الموزاريلا.
طبعا جبنة الموزاريلا هتدينا المطة اللي احنا بنحبها عموما. هنا هناخد معانا جبنتنا، هنخد منها حاجة بسيطة كده، ممكن ناخد حاجة بسيطة من الفلفلية. وفي كمان طريقة تاني، ممكن إذا كان متوفر معاكي الفلفلية الألوان أو الفلفلية الخضراء هنديهم تشويحة بسيطة كده في شوية زيت، وبعد كده هنخده على خليط البيض. بس احنا هناخد هنا حاجة بسيطة كده، هنجيب معانا خليطنا للبيض هنخده معانا هنا. هننزل معانا باقي الجبنة، بكده صينيتنا بقت معانا جاهزة. هندخلها فرن قلنا على درجة 180 أو درجة 200. بسم الله. طبعا الفرن يكون معانا محمي مسبقا، كلها مستوية بس هياخد استوى البيض، هنخليها كده لحد ما يستوي معانا. قلنا جبنا معانا بطاطس عادي جدا، قطعناه لي حلقات وحمرناه تحميرنا العادي جدا. ممكن اذا ما كنت حابة محمر يكون مسلوق معانا، بس حياخد سلق بسيط عشان ما يتفتفت معانا، وتكون معانا الحلقات بنفس الطريقة او بنفس الشكل المطلوب، عشان احنا هنرصه بعدين في الصينية زي ما شفنا بالشكل الطريقة اللي احنا رصيناها. وكمان كان معانا لحمتنا، شفنا كيف زي ما احنا بنعصيجة دائما جبنا معانا اللحمة وخطيناها في الطوة وخطينا عليها شوية زيت، وكمان بعد كده شوحناها اديناها شوية بصل وبطاطس، اقصد بصل وجزر مبشور، وكمان فلفلية، وعندنا الطماطم قلنا ده اختياري، اذا كنت حابة تضيف الطماطم ممكن، اذا ما كنت حابة ممكن على طول تشتغليها بشوية صلصة، هتخطي عليها شوية موية لانه احنا عايزين يكون في صوص بسيط كده. بهاراتنا اللي خطيناها بهاراتنا العادية جدا، الملح والكزبرة والفلفل والشمار، وكمان قلنا الكركم والبابريكا والكاري، دي الاختياريات. كنت حابة تضيفي حاجة بسيطة من الهبهان او القرفة برضو ممكن، يعني حاجة اختيارية. لحمتنا عصجناها خليناها تستوي تماما، بعد كده خليناها على جنبة، وجبنا معانا الصينية رصينا فيها حلقات البطاطس واضفنا اللي هو اللحمة، وبعد كده كان عندنا جبنة الموزاريلا، دي قلنا هتدينا الشكل الجميل في النهاية وهتدينا المطة المطلوبة. وكمان جبنا معانا بيضتين، دي حاجة اختيارية، ممكن تكتفي بشوية حليب مع شوية مايونيز أو جبن سائل تخلطيهم مع بعض في الخلاطة، وممكن كمان القشطة وتضيفيهم لصينيتنا تستغني عن البيض تماما. بس احنا هنا جبنا البيض وخدتينا عليه شوية حليب، خدتينا حاجة بسيطة من البهارات ضربناها كويس خالص، خدتيناها في صينيتنا وأديناها باقي الموزاريلا ودخلناها الفرن، هنشوفه بعد ما يطلع معانا. هسه هنطلع فاصل بسيط كده وحنرجع لكم، انتظرونا. اهلا وسهلا بكم بعد ما رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل شفتوا كيف اشتغلنا مع بعض صينيتنا، صينية اللحمة بالبطاطس والبيض، باقي فيها حاجة بسيطة كده. خلينا نطلع نشوف مكوناتنا لسلطة الأسود المطبوخة ونرجع لكم.
شفتوا معنا مكوناتنا لسلطة الأسود المطبوخة. طبعاً معنا أسود أو الباذنجان، جبنا معنا الباذنجان وقطعناه لمكعبات صغيرة وحمرناه تحميرنا العادي جداً. حابة يكون مقشر تماماً ممكن، حابة تضيفي يكون فيه شوية من القشر وتقطعيه كمان ممكن. وعندنا هنا جبنا معانا بصل مفروم، هنشوحه في شوية زيت وعلى طول هننزل معاه فلفلية مقطعة لشرايح أو مقطعة لمكعبات صغيرة، معه قرن شطة برضو مقطع، ده إذا كنت حابة سبايسي ويكون معاك في حرارة كده بسيطة، ما كنت حابة ممكن تستغني عن الشطة نهائيا. المهم هنشوح كل الحاجات دي مع بعض لحد ما يصفر معانا طبعا البصل. قلنا كمان معانا جزر مبشور وعندنا كمان طماطم وعندنا زبادي وعندنا دكوة وعندنا عصير ليمون أو خل إذا كان متوفر معاك، وعندنا كمان الثوم برضو هننزله معانا هنا عشان ياخذ معانا التشويحة مع البصل والفلفلية. هننزل عليهم الثوم ياخذوا التشويحة مع بعض كلهم. هنا كده معانا قلنا هننتظره لحد ما يصفر، ممكن نضيف حاجة بسيطة من الزيت. طبعا هنا أضفنا زيت شمس زي ما بنقول دائما، زيت جميل جدا في وصفاتنا عموما، مميزاته حلوة خالص. وعندنا كمان قلنا هيكون في مكوننا اللي هو الزبادي وعندنا الدكوة، ممكن بدل الدكوة تستخدمي الطحينة إذا كانت متوفرة معاكي، وقلنا كمان عصير الليمون أو الخل. هنا قلنا هنفضل نشوحه مع بعض، هننزل كمان عليهم الطماطم برضو ياخذوا كلهم التشويحة مع بعض لحد ما يدبل معانا الطماطم والفلفلية، هنخليه كده. هنجيب معانا كمان صلصة، ممكن نضيف معانا صلصة كمان لطبقنا ده. خلينا نشوف معانا فرننا باقي حاجة بسيطة. هنجيب معانا كمان هنا معانا صلصة لأنه إحنا قلنا عايزينها معانا مطبوخة. قلنا هنخليهم كلهم يتشوحوا، ابتدى يدبل معانا الطماطم ودبلت معانا كمان الفلفلية، هننزل عليه الجزر المبشور برضو عشان يتشوحوا كلهم مع بعض. وطبعا زي ما قلنا لما تمشي تختاري الباذنجان، انا بفضل الباذنجان اللي ما بيكون فيه مرارة. طبعا قلنا ده بنعرفه بي لما تقلب الباذنجان من ورا هتلاقي فيها خط افقي، ده باذنجان طعمه حلو. اللي بيكون مدور قلنا ده طعمه فيه مرارة،
فلما تمشي تختار الباذنجان اختاريه كويس عشان يطلع معاكي الطبق مظبوط. هنا هننزل عليهم الأسود هنا، وحننزل كمان معانا الصلصة. نبدأ نوطي معانا النار، طبعا قلنا حنضيف زبادي وحنضيف معانا الدكوة هنا، حنديها طبعا شوية موية. قلنا بعد ما أضفنا الدكوة طبعا انت حتجيبي، احنا طبعا ما عايزين يكون معانا شكله كده، يا اما تجيبي معاكي البلندر اذا كان متوفر، حتديه ضربات بسيطة كده علشان يكون معانا ناعم شوية. انا ممكن استخدم، خلينا هنا كمان نشوف الفرن، احنا عايزين نهرسه بس ما هرس كامل، حاجة كده بسيطة. قلنا كنت حابة ناعم خالص ممكن تستخدمي البلندر معاكي. هنا قلنا حنهرسه حاجة بسيطة، يعني قلنا طبقنا ده طبق شوية مختلف عن المعتاد، بس اللهم انه احنا هنا حمرنا فيها بصلة، يعني جبنا بصل مفروم او بصل ممكن يكون مقطع لمكعبات، شوحناه بشوية زيت، نزلنا عليه فلفلية مقطعة برضو لمكعبات، نزلنا عليهم كمان طماطم مقطعة لمكعبات. المهم اخذوا كلهم التشويحة مع بعض، اضفنا كمان التوم واضفنا الدكوة، وبعد كده نزلنا عليهم الأسود. إحنا قلنا الباذنجان جبنا وقطعناه لمكعبات صغيرة وحمرناه تحميرنا العادي، أخذ معانا لون كده، ما عايزين يكون لون أحمر خالص. بعد كده أضفنا كمان الجزر، هنا طبعا إحنا لسه ما أضفنا هنا معانا بهارات، هنا كده بالطريقة دي هأنزل عليه الليمون. قلنا الليمون أو الخل المتوفر معاكي، هنبدأ ننزل عليه بهاراتنا، كزبرة، وحننزل معانا فلفل، وممكن من الشمار، وكمان معانا من الملح، عندنا من البهارات المشكلة برضو حاجة بسيطة كده. هنا هندي بسيط من الزيت لأنه إحنا عايزين شكل الزيت هنا يظهر معانا. بعد ما تسبك معانا كده هننزل عليه الزبادي، بكده طبقنا ابتدى يكون معانا جاهز. خلينا نشوف معانا الفرن، باقي لسه حاجة بسيطة.
طبعا هنا من المكون اللي بيخلي معانا شكل الاسود المطبوخ جميل اللي هو الجرجير. الجرجير او الخس ده حيدينا شكل جميل لطبقنا ده. هننزله معانا هنا. هناخد كل الحاجات دي من هنا. هيبدأ هنحركه كده معانا. كده طبقنا للأسود المطبوخ بقى معانا جاهز. في الفترة دي خلينا نمشي نشوف مكونات طبقنا الأخير تحلية طبقات البانكيك عشان نشوف طريقتها ومكوناتها. نطلع نشوف المكونات ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد ما شفتوا معنا مكوناتنا لطبقات البانكيك بالشوكولاتة والكريمة عشان نشوف طريقته. هنطلع فاصل بسيط كده نرجع لكم، انتظرونا. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفتوا كيف اشتغلنا مع بعض اللي هو سلطة الأسود المطبوخة، وده كده شكله معانا بعد ما غرفناه. وهنا كمان شكل صينيتنا، صينية البطاطس باللحمة والبيض مع بعض. طبعا شفنا اللي هو مكوناتنا لبانكيك أو البانكيك الطبقات. هنشوف كيف هنشتغله مع بعض. هنا معنا حبتين من البيض، عليهم كوب وربع من الحليب، وكمان معنا فانيليا، ومعنا باكنج بودر، وعندنا كمان السكر، 3 ملاعق من السكر، 3 ملاعق من السكر، وعندنا كمان 3 ملاعق من الكاكاو أو 2 ملاعق من الكاكاو هنا، وعندنا الفانيليا، وعندنا الباكنج بودر، وعندنا كمان اللي هو 1 ملعقة من السمنة أو الزبدة أو الزيت هنا. ممكن نضيف معانا حاجة بسيطة من الزيت كمان.
فينا، وحننزل كمان معانا كوب من الدقيق. حنخليهم كلهم يتخلطوا في الخلاط مع بعض. طبعا خلاطنا خلاط تورنيدو من الخلاطات الممتازة. حنخلطه هنا معانا. حاجة بسيطة من الدقيق، حننزل تاني عليه كم ملعقة من الدقيق، وحنخلط لحد ما نشوف معانا قوام البانكيك المعروف. طبعا البانكيك قوامه أتقل من قوام الكريب وأخف من قوام الكيك. لسه حنحتاج تاني من الدقيق معانا. ويكون طبعا معانا الطاوة اللي احنا حنشتغل عليها تكون معانا محمي هنا. حننزل خليطنا ده. طبعا ناخده كده. هنا لسه ما وصلنا، لسه حنرجع نخلطه تاني. احنا عايزين قوامه قلنا يكون اتقل من قوام الكريب معانا. حنديه تاني خلطة. معانا القوام بقى جاهز، حناخده حننزله معانا هنا في حننزله معانا. إذا كان معاكي علب الكاتشب أو اي قاروره متوفره معاكي حناخده هنا. احنا هنستخدمه في جك جك عادي جدا. وقلنا معانا هنا محمي الطوة معانا، حننزله كده، حنجيب معانا الملعقه حنسويها لحد ما انت تشوفي معاكي الفقاقيع اللي حتطلع كده. احنا على طول حنمشي نقلبه، هنخليه معانا كده. قلنا لحد ما نشوف معانا الفقاقيع، بعد كده حنقلبها على طول. طبعا انا عندي منه مسبق هنا، هنا شايفين معايا دي الفقاقيع اللي أنا قلتها، بس حنستناها شوية كمان عشان نبدأ نقلبه معانا. هنا كده وحنقلبه وحنخليه كده. طبعا حيطلع معانا طبقات،
بالطريقة دي. ده كده شكله معانا. بعد كده هنجيب معانا احنا هنزينه تزيين بسيط بالكريمة. شايفة معايا هنا ده كده شكله. لحد ما تخلصي معاكي كل الكمية بالطريقة دي هتشتغليها. هنجيب معانا كريمة هنا هنشتغله معانا كطبقات. هناخد معانا البانكيك وهنعمله طبقات كده معانا. خلينا نطفي هنا النار. المهم شفتوا شكله معايا حيكون بالطريقة دي. لحد ما تخلصي معاكي كل الكمية هنبدأ ننزل معانا هنا طبقات. قلنا ممكن كمان تزينيه بشوية فواكه إذا كان متوفر معاكي. هنا كده معانا هنعملها على شكل طبقات. ده كده معانا آخر طبقة. هنجيب معانا ده زي ما شفتوا ده كده شكله معانا. هنخليه هنا. قلنا هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة. هنبدأ نعمله طبقات. كان متوفر معاكي الشوكولاتة برضو هتشتغليها طبقة شوكولاتة وطبقة كريمة. ممكن نبدأ ننزله هنا كمان كده. كنت حابة تغلي فيه كامل. ده كده شكله معانا. وهنديه شوكليت. هنا ده كده شكله معانا. هنديه صوص بسيط كده بكل الجهات. هنديه حاجة بسيطة من المكسرات كتزيين بسيط لطبقنا طبق البانكيك. بانكيك الطبقات. شفتوا ده كده شكله معانا. كده بقى معانا جاهز. دي كانت حلقتي لليلة. ان شاء الله يا رب
نالت رضاكم وإحسانكم. جربوها إن شاء الله تعجبكم. اشتغلت فيها معكم، اشتغلت صينية البطاطس باللحمة والبيض، وكمان شفنا شكله معنا بعد ما طلع معنا من الفرن بالطريقة دي، وكمان اشتغلت سلطة الأسود المطبوخة، شفنا كيف خطواته، تغيير بسيط جدا. آخر حاجة كان معنا طبقات البانكيك بالكريمة والشوكولاتة، وده شكله معنا كده. نالت إن شاء الله، نالت حلقتي على رضاكم وإحسانكم. جربوها إن شاء الله تعجبكم. انتظروني في حلقة ثانية إن شاء الله. أخليكم في أمان الله.